السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم في الجزء الثاني من الدرس اللي بدينا فيه، وهو كيفية الكتابة والقراءة للمبتدئين أو الأطفال أو حتى البالغين اللي حابين يتعرفوا على بداية طريقهم في اللغة الإنجليزية. نسينا ننوه لنقطة في الدرس السابق، ذكرنا شكل الحرف أو اسمه، وذكرنا كيفية الكتابة لبعض الحروف small letter اللي هو حكينا فيه عنها، اللي هو حروف small، حروف fall، حروف tall، هي حروف تكتب من السطر الثاني إلى الثالث، حروف تصعد إلى السطر الأول، وحروف تنزل إلى السطر الرابع. النقطة اللي نسينا نحكيها اللي هي spelling. بالنسبة للspelling اللي هي الهجاء، هو كيفية الكتابة. إذا أنت حابب طفلك أو حابب أنت تكتب أي كلمة، حاول تهجيها حتى تكتبها. فمثلا ابدأ بالاسم نفسه، for example، يعني بالمثال how can you spell your name، كيف تهجي اسمك. فمثلا اسمي محمد، my name's محمد it's، فبطلب من ابني أو بطلب أو أنا نفسي إذا أنا حابب أكتب كلمة، حاول أهجيها حرف حرف. ففي الهجاء في السبيلينج تذكر الكلمة حرف حرف. For example, my name is محمد. It's M-O-H-A-M-M-E-D. هاي بالنسبة للسبيلينج الهجاء. نيجي هالجيت للجزء الثاني المعنى، وهو أصوات الحروف، وهو درسنا اليوم. في اللغة العربية كما بنعرف لكل حرف شكل واسم وصوت، وهكذا في اللغة الإنجليزية. فمثلا عندنا هذا الحرف اللي هو ألف، هذا شكله، هذا اسمه وصوته اللي هو أ. بالنسبة لحرف الباء، هذا شكله، هذا اسم الحرف باء، وهذا اللي هو ب. نفس الاشي في اللغة الإنجليزية، A هذا شكل الحرف، هذا اسم الحرف، هذا صوته اللي هو أ. في عنا نفس الاشي، في عنا شكل الحرف اللي هو اسم B، في عنا ب ب. هنيجي على حرف حرف. قبل ما نيجي لصوت الحروف وأصوات الحروف، حنذكر مشاكل حتواجهنا. المشكلة الأولى اللي حتواجهنا اللي هي إنه في بعض الحروف، الكثير حتى من الحروف في اللغة الإنجليزية لها أكثر من صوت. فمثلا عندنا حرف السي له صوت الك ك، وصوت الس س ك، مثل كات س، مثل سيتي، مثل ما هنشوفها لقيت في الأمثلة. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية الموجودة عندنا أنه أحياناً تدمج حرفين مع بعض أو أكثر من حرفين حتى يخرج عندنا صوت آخر أو صوت لحرف مختلف. فمثلاً في عندنا حرف السي والـ H لما يجتمعوا بصير H، حرف الأس والـ H في عندنا بصير حرف الشا، حرف التي والـ I والـ O والـ N هذول بصيروا شن، وهكذا. فهذه مشكلة راح نصادفها بشكل كبير، إنه في لبعض الحروف أكثر من صوت، وهناك حروف تدمج مع حرف آخر حتى يخرج لدينا صوت جديد. راح نبدأ إحنا بالأصوات الشائعة أو المنتشرة الموجودة معنا، فبتمنى إن شاء الله تستفيدوا من هذا الدرس، وخليكم معنا. نبدأ. الحرف الأول الموجود معنا اللي هو حرف A، مثل ما حكينا حرف الـ A صوته أ أ. لاحظ هنا apple apple أ apple أ and and. في لفظ آخر لحرف الـ A، وهو إذا جاء في وسط الكلمة، خاصة إذا كانت من أربع حروف اللي هي جاءت في وسط الكلمة وآخر الكلمة جاء حرف الـ E، فتلفظ A A، وهو مثل كلمة name A name same.
وفي عنا إذا تبع حرف الـ A دبل L وحرف الـ L أو حرف الـ W فهنا يلفظ زي حرف الواو في كلمة goal أو ويصير هاي الكلمة أول أول. طبعا هناك أيضا أصوات أخرى لحرف الـ A لكن هذا في أغلب الأحيان هيكون في عندك صوت الـ A Apple A زي name O زي all. الحرف الثاني الموجود معنا اللي هو حرف بي بي وصوته هو ب ب ب مثل بوك بوك باد. الحرف الثالث الموجود معنا اللي هو حرف سي صوته ك ك ك مثل كات كات كات. في له صوت ثاني هو حرف الس زي سيدي سيدي. بالنسبة لحرف السي يلفظ ك ويلفظ س، فماذا ألفظ س؟ حرف السي يلفظ ك س زي سيدي إذا تبع إذا جاء بعد حرف السي حرف اي أو اي أو واي فقط. سيدي سينر and the cycle for example. حرف الد دي اللي هو الصوت تبعه د د دوغ دوغ دور دور. الحرف اللي بعديه اللي موجود معنا هو حرف الاي ويلفظ اي 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 مش اي بس بتحط اي اي مثل ايج 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 elephant elephant. الحرف اللي بعده هو حرف الاف ويلفظ كصوت هو صوته ف ف مثلا فات فيل فاميلي etc. الحرف الموجود معنا اللي بعده هو حرف جي جي ويلفظ ك مثل المصريين لما يحكوا على كلمة جمال يقولوش جمال ايش بحكوا جمال جمال. فاحنا ناخد حرف الج ج صوت الحرف هو ج زي جت جت. هناك بعض احيان تلفظ كحرف الج مثلا جنرال 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 هنا تلفظ جراج جراج. في قاعدة لكن مش ثابتة لأنه أغلب الكلمات موجودة، هناك كلمات كثيرة أيضا موجودة وتؤخذ من لغات أخرى فتلفظ حسب الشكل، لكن إذا تبع بعض الأحيان فقط إذا تبع حرف الجي بحرف الإي أو الآي أو الواي ففي هذه الحالة تلفظ كج ج general general. أما إذا أجا بعدها باقي الحروف تلفظ ج ج هو الصوت الشائع لحرف الجي garage garage. الحرف اللي بعده الموجود معنا اللي هو حرف ال H ولفظه ح ح ح ح اللي هو زي مخرج هواء بيكون موجود عندنا. فمثلا هاي الكلمة hen hen hat hat etc. حرف ال I ويلفظ إي 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 زي الكسرة باللغة العربية إت إت. الحرف اللي بعده هو حرف ال J. خدنا حرف ال G قلنا هذا جا في عنا جا لكن حرف ال J له صوت واحد اللي هو جا جوس جوس جاست. حرف ال K يعني ك ك ك ك ك ك كتن كتن كي كي فهذا صوته ك ك. حرف ال L قلنا فيه أن لام مرققة حتكون إذا جاءت في بداية الكلمة، أما في وسط ونهاية الكلمة بتكون لام مفخمة lion lion feel feel L L فصوته اللي هو L L L lion lion and feel feel. كمل باقي الحروف. لدينا هنا حرف ام ام م م صوت الحرف
ما مس مس هنا معناها فوضى، في مس بالآي معناها يشتاق أو يفتقد. في عنا مان 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 مس. حرف اللي هو اللي بعده اللهم صل على محمد، إن صوته ن ن ن نط 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 ن ن نط. اللي بعديه لأن حرف الأو أو لفظه صوته مختلف شوي، اللي هو أ أ أن 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 أن، مش أون لا أن. onion orange olive etc. الحرف اللي بعده اللي هو عندنا حرف ال بي بي بي، وهنا صوته ب ب ب ب ب pen pen pencil pencil. الحرف اللي بعده اللي هو حرف الكيو، وغالبا ما يكون صوته غالبا ما يتبع بحرف اليو مثل ما انت ملاحظ هنا، يكون صوته كو 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 كويت 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 كيو كيو. حرف ال ار ار صوته ار ار، تحس فيه لوية في لسانك، التفاف في اللسان، رج رج رن rabbit etc. طبعا etc يعني إلى آخره. الحرف اللي بعده اللي هو حرف S اللي هو لفظ الصوت تبعه س س س س س sad sun. الحرف اللي بعده اللي حرف T لفظ ت ت ت ت ت تي تي، حكينا حرف الت. طبعا طريقة الإجاعة نجمع حرف مع حرف مثل القاعدة تقريبا، مثلا هذا حرف الت الإي الإي الإي، قلنا صوته إي إي ت، وإي اللي هو صوته أ تي، بعد جمع بعض حرفين على مختلف الصوت تي. الحرف اللي بعده يو، هذا بالنسبة لحرف اليو بالنسبة لهذا الحرف خاصة بيجي كصوت علة وكحرف ساكن. فمثلا إذا الصوت الدارج إله اللي هو أ أ أ أ، زي umbrella umbrella، زي cut أ أ cut. لكن أحيانا بيجي مثل كلمة university 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 يو يو، طفز هنا يو، ففي هذه الحالة هو حرف ساكن وليس صوت علة، مثل ما انت في قاعدة اخذناها اللي هو متى نضع A قبل الاسم المفرد ومتى نضع an. فأمبريلا أمبريلا هنا اجى صوت علة، فباخذ قبلي an umbrella an umbrella. لكن بالنسبة لuniversity university اختلف لفظ الحرف اليو هنا، فهذا حرف ساكن حرف ساكن، فبضع معه a university a university. اوكي نكمل باقي الحروف. الحرف الموجود معنا اللي هو حرف الفي، حرف الفي لفظ ف ف ف صوته ف ف، فان فان صوته ف ف، فان فيكل. الحرف اللي بعده اللي هو حرف الدبليو وصوته اللي هو حرف و و و و و و، وحرف الو هنا في اللغة العربية هو و و، ورك ورك ورك. اللي بعده اللي هو في عنا حرف الإكس صوته كس كس كس، لاحظ هنا بوكس 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 فوكس. حرف الواي وعندنا باللغة العربية يلفظ هو يا 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 يا، وصوته هو يا
yes you. آخر حرف موجود معنا اللي هو قلنا إما زد أو زي، لكن صوته اللي هو ز ز ز ز ز. zebra zoo etc. هل قد طبعا كيف نهجي أي كلمة أو نساعد على تهجئتها؟ حاول تهجئ حرف مع حرف بالإضافة إلى جمع الحرفين مع بعض، ثم أتي بالحرف اللي بعده وأجمعهم مع بعض، هيك بصير عندنا حرف كلمة متكاملة. فمثلا عندنا هاي الكلمة، حرف البي يلفظ الحرف صوت الحرف ب ب، حرف الأو صوته أ أ، حرف بصيروا مع بعض تا تا، حرف الإكس صوته إكس إكس بصيروا مع بعض بوكس بوكس. نجي على الكلمة هاي مثلا، عندنا حرف الدبليو صوت حرف الدبليو اللي هو و و و، وعندنا حرف الأو يلفظ أ، وعندنا حرف مع بعض بصير و و و، حرف الآر يلفظ إر إر بصير ورك ور، حرف الكي يلفظ ك ك ورك ورك ورك. مثلا هاي الكلمة في عنا حرف الفي مع الأي، حرف الفي يلفظ ف، حرف الأي يلفظ صوته أ فا أ فا فا، وآخر حرف اللي هو إن اللي هو صوته إن إن بصير مع بعض فان فان. هاي طريقة اللي هو قراءة الكلمات حتى تسهل عليك أصوات الحروف كاملة. نتمنى إنك استفدت كتير من هذا الدرس. ما تنسى تضغط لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك، وانشره مع زملائك إذا أنت حابب الفائدة للجميع. إذا حابب تشوف دروسنا القادمة ما تنسى تضغط اشتراك للقناة واضغط على زر الإشعارات على علامة الجرس حتى يصلك بكل جديد. كان معكم أستاذ محمد الطلاع، نتمنى لكم أوقات جميلة وإلى اللقاء.